السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنشرح حاجات ما اتشرحتش قبل كده تقريبا على اليوتيوب بالعربي. وقبل ما تتابع الفيديو ده لازم يكون عندك خلفية ازاي بتعرف تستخدم برنامج جودو وازاي بتستخدم جي دي سكريبت، او تبقى بتعرف تبرمج لغة جي دي سكريبت، عشان الفيديو ده مركز ان انت ما تبقاش مبتدئ، ان انت تبقى خلاص عرفت تشتغل على جي دي سكريبت وعايز تنمي على برنامج جودو، عايز تنمي خبرتك في استخدام البرنامج وعايز تتعلم حاجات اكتر. تمام، اول حاجه نبدا نشرحها هي التول سكريبت. خليني اضيف سكريبت عاديه جدا وهكتب قبلها كلمه تول وهعمل لها سيف زي كده. كلمه تول اللي انا كتبتها فوق خالص قبل اي حاجه في السكريبت دي هتساعدني ان انا اخلي السكريبت دي تتعمل لها ران جوه الايديتور، يعني من قبل ما تشغل الجيم الكود اللي جواها هيتعمل له ران. طب دي تبقى استخدمها في ايه؟ دي ليها استخدامات كتير جدا مهمة. لو انت مثلا عايز تضيف كذا نود جوه البرنامج وتحط كل واحدة فيهم تكتشر جوه من الفايل سيستم من غير ما انت تعمل كل ده بايدك، مثلا لو هما كتير ممكن تضيفهم بالتول سكريبت وبعد كده توقفها. ممكن تغير على الوان، مثلا الوان التكتشرز كلها مره واحده اللي في البرنامج اللي جوه جروب من قبل ما تران الجيم. ممكن تحدد مكان بالكود لنود معينه، لو انت مثلا عايز تعمل عمليه حسابيه وترص النودز ديت مثلا في شكل جريد بدل ما انت تقعد تعملهم بايدك. وهنفهم ده دلوقتي، هناخد مثال لاستخدامها التول سكريبت. طالما انا كتبت تول فوق كده يبقى اي كود هكتبه جوه الريدي فانكشن هيشتغل معايا. اول ما اقفل، كل ما اقفل السين وافتحه تاني هيقعد يشتغل معايا في الايديتور وفي الجيم نفسها. واي كود في البروسيس فانكشن هيتعمل له ران كل فريم جوه الجيم. طب ازاي انا اقول للبرنامج ده ان انا عايز جزء من الكود ده يتعمل له ران جوه الانجن، جوه قصدي الايديتور، وجزء تاني يتعمل له ران لما الجيم تبدأ؟ هناخد طريقتين. هقول له اول حاجة if engine.editor hint، دي معناها ان الكود اللي هنا هيتعمل له ران جوه الايديتور بس. اهو runs. تمام، وكمان if statement if not engine editor hint، يعني لو مش editor engine hint يبقى كده الكود اللي هنا هيتعمل له run في الجيم بس. تمام كده، وبقية الكود اللي هنا بيعمل له ران في الإديتور وفي الجيم مع بعض، بيتعمل له ران في الاتنين. طب ناخد مثال، أنا هنا هعمل print editor code وهنا هعمل print game code وهنا هعمل print لجيم اند اديتور كود وهبدأ هقفل السين وهشغله تاني، هعمل له ران تاني. هلاحظ ان هو هنا طبع لي اديتور كود وجيم اند اديتور كود بس ما طبعليش جيم كود وهو اللي جوه هنا. تمام، ولو جيت عملت ران للجيم واخترت السين اللي فيه السكريبت هلاحظ ان هو طبع لي جيم كود وجيم اند اديتور كود وما طبعليش الاديتور كود. طب دي كده انا محتاج اخدها كوبي واحطها في كل فانكشنز هتبقى انا هاجي استخدمها جوه التول سكريبت دي عشان ما يبقاش الكود عمال يران في الاديتور وفي الجيم. طب يلا بقى ناخد مثال لطريقه استخدامها. انا دلوقتي عايز اضيف مثلا 10 سبرايتس هنا كشيلدرن للنود دي من جوه الايديتور، وعايز اخلي التكتشر بتاعتهم هي التكتشر الايكون بتاع الجودو. تمام،
خليني أول حاجة أخليه أقول له already variable icon texture equals load، أخليه يعمل لي load للأيكون دي، وهعمل copy للباث بتاعها وهعمل له paste تاني. وبعد كده هقول له إن جوه ال editor هنا for i in range دي for loop هتعمل run ممكن 30 مرة. تمام، وبعد كده هقول له اعمل لي variable جديدة جوه ال for loop دي كل مرة اسمها sprite وبتساوي sprite node زي كده، لو لونها نفس لون اللي هي بعد extend هتلاقي لون الكلاس، يبقى ديت نود. تمام، نود ريفرنس دوت نو ال variable sprite دي بتساوي sprite جديدة كل مرة الكود هيتعمل له run. تمام، بعد كده variable، لا مفيش variable بقى تاني، هقول له ان ال sprite دوت position equals vector 2 مثلا 64، دي عرضها 48 times i و 0، او خليها 30 عشان تبقى تحت شوية. وبعد كده ال sprite dot texture، هلاحظ ان انا طالما قلت له variable sprite بتساوي sprite node جديدة، هلاحظ ان بعد كده ان البروبرتيز بتاعت السبرايت كلها تظهر عندي، زي الفريم، فريم كوردينيتس، زي التكتشر، زي البوزيشن. فبناء على السبرايت اللي انا حاططها هنا كده البروبرتيز بتاعتها تبدأ تظهر. فانا لو حاطط له نود 2 دي هلاقي البروبرتيز بتاعت النود 2 دي، لو انا حاطط له اي كانفاس ايتم هلاقي مثلا بقى ليها ريكتانجل بوزيشن بدل بوزيشن وهكذا. بعد كده تكتشر ايكوال icon texture، وبعد كده بقى اخر حاجة هقول له a child sprite، وكده الشايلد ده هيتضاف للنود دي، فهيبقى هما تحتها كلهم. تمام، واخر حاجة عشان اخلي الكود ده يتعمل له run هقول له ان السبرايت دي الاونر بتاعها، ولازم اعمل لها set owner زي كده عشان ما يجيبليش error. الاونر بتاعها هو السيلف، هو النود دي، يعني هي دي صاحبة السبرايتس كلهم، هي الاونر بتاعتي. تمام كده، لو جيت بعد كده قفلت السين شغلته تاني، هلاحظ ان هو ضاف لي السبرايتس دول سين جنب بعض. تمام، خلينا نصغر الترانسفورم شوية، هو كده مظبوط ماشي. خليني بقى اصغره، او انا عايز ارتبهم بقى جوه السين في شكل جريد. تمام، الحاجات ديت طبعا انت عشان تضيف كل السبرايتس دول وتعمل لهم انت التكتشر بايدك هياخد منك مثلا قول 5 دقايق، لكن هنا في السكريبت انت ممكن تعملهم في دقيقة واحدة او في دقيقتين، فهتوفر وقت كتير. انا عايز ارتبهم بقى. تمام، همسح الكود ده، او لو عايز تخليه عشان تشوفه بعدين ممكن نعمل مالتلاين كومنتس هنا واسيبهم فيه زي كده لو انت عايز ترجع تستخدمهم بعدين اللي تحت في السكريبت ده. انا مسحت حاجة معاهم؟ لا ما مسحتش. نعمل باص هنا بقى. طب انا عايز ارتبهم اخليهم بشكل جريد. تمام، فهقول له هنا هعمله فور لوب جديدة فور اكس ان رينج، وده الجريد ويتس، فانا عايز اخلي الويتس دايما يبقى فيه 6. تمام، وبعد كده هقول له فور واي ان رينج الهايت يبقى فيه برضو 8. هما دول كام؟ دول 30
ستة في خمسة في 30 يبقى الهايت بخمسة. تمام، فكده انا عملت اتنين في اللوبس هيعملوا ران جوا بعض. واحدة اسمها واحدة هيبقى كل مرة ال variable x هيبدأ يبقى مثلا 0، تبدأ ال y تعد 1 2 3 4 5، فال x دايما هتبقى ب 0 وال y بتعد من 1 ل 5، من 1 ل 4. تمام، بتبدأ من تعد من 0 ل 4، فالفور لوب بتعد بتبدأ من 0. تمام، لو عايزة تبدأ من 1 بتخلي هنا 1 وآخرها 6، وهنا 1 وآخرها 5، بس بتزود رقم عشان هي متوصلش لآخر رقم موجود عندك. تمام، زي كده. بس في الحالة دي احنا عايزينها تبدأ تعد من 0. بعد كده هقوله for child in أو ثانية، أنا مش محتاج أعمل run ل for loop ثانية. هو هنا نقول له variable array equals array فاضية for child in get children، لكل child فيهم array dot append child، تحط لي في ال array ديت ال children. تمام، بعد كده هقول له هنا احط له variable جديدة variable n for number equal 0. هقول له ان انا عشان ارتبهم بشكل جيد جوه الايديتور نفسه، بدل ما اعملهم بايدي امسك كل واحده احدد لها بوزيشن واحسب انا البوزيشن، هقول له لا اعملها لي انت بقى اوتوماتيك في الايديتور وسيبها لي، انا هعمل سيف بس، هكتب الكود وهعمل سيف بس. هعمل ايه؟ هقول له مثلا جوه الفور لوب، جوه الفور لوب دي هقول له ان array n، يعني ال array دي بعد ما هضيف فيها ال children هيبقى جواها كل ال sprites دول، ف n هيبقى هو الرقم 0 اللي هي أول sprite فيهم. تمام، array n dot position، ال position بتاعتها بتساوي vector 2 x، x هنا يبقى خليهم 64 times x plus 64 plus 32 زي كده، وال y equals y times 64 plus 50 أو 100 يا 50 زي كده. وبعد كده زود لي 1 للN، ولازم يبقى العدد متساوي عشان ما يجيبلكش error، يبقى هما 30 فعلا، 30 sprite فعلا. بعد كده هقفل النود دي وافتحها تاني. ترى ما فيش حاجة expected if statement expected an and I block after if، فين if أصلا؟ هي هنا if not engine editor. n plus equal n ايه بس؟ n plus equal 1. هاجي بعد كده هقفل النود وافتحها تاني، عليهم ان هم ترتبوا معايا بشكل جريد زي كده.
ان انا بس كل اللي عملته ان انا كتبت الكود اللي هيتعمل له رام في الاديتور، وبدات ان انا ارتبهم بدل ما امسك كل واحده احط لها بوزيشن 32 بلس 50، وهنا احط لها بوزيشن 96 بلس 50. فدي بتوفر عليا حاجات كتير جدا، اقدر اغير التكتشر بتاعتهم كلهم مره واحده، اقدر اديلهم كلهم اعدادات مختلفه مثلا او اعداد واحد لكل حاجه فيها وانا في الايديتور نفسه. بعد كده بدوس سيف، ممكن امسح الكود ده او اخليه لو انت هتحتاجه تاني زي كده خليه موجود عندي، اقدر استخدمه تاني واخليها باص واعمل سيف للنود، وكل مره هقفل النود وافتحها الاقيهم مترتبين معايا بالشكل ده. تمام كده، كده انت خدت فكره عن الايديتور تول. حاجه كمان هقولها لك قبل ما ندخل على حاجه تانية اللي هي السيجنال، ان في الريدي فانكشن زي ما قلت لك ان دي بس هيتعمل لها ران اول ما بشغل السين، في البروسيس فانكشن بيتعمل لها ران كل فريم، وفي الفيزيكس بروسيس فانكشن بيتعمل لها برضو ران كل فريم. فانت لازم تخلي بالك ان انت لو عايز الكود ده يعمل ران يتعمل ران في الجيم بس، انك تخلي هنا الكود بتاعك في الايف نوت انجن اديتور هند جوه كل فانكشن، جوه كل فانكشن هتيجي تستخدمها، لانك لو ما عملتش كده التول هتعمل ران في الاديتور وران في الانجن نفسه. تمام كده احنا خلصنا التول سكريبت، نقدر نمسحها او نخليها دلوقتي او نوقفها زي كده مثلا. ممكن نمسح كل ده، نعمل باص، ممكن نمسح برضو كل ده مش عايزينه ولا دي كمان، نعمل سيف ونمسح السبرايتس كلهم ونبدأ نشرح السيجنالز. عندنا السيجنالز اللي عندي كل نود من دول بيبقى ليها نوع سيجنال، نوع سيجنالز معينة البرنامج بيبقى حاططها لك. تمام، منهم درو والهايد، ولو جيت وقفت عليهم كده هيقول لك ان السيجنال ديت بتعمل لها emit لما الكانفاس ايتم ماست ريدرو، يعني لما انت تعمل في الكود للكانفاس ايتم ان هو يتعمل له ريدرو. تمام، او تستخدم الدرو فانكشن. item rectangle change بيعمل emit لما الريكتانجل بيتعمل له change، تقريبا الريكتانجل اللي هو اني مش عارف، مش مهم، بس انا ما بستخدمش الحاجات دول. تمام، دي ready بيتعمل لها emit بعد ما الريدي function تبقى خلاص ready، بيقول لك ان هي ال دي ready. تمام، ان النود دي ready. وسكريبت changed يعني معناها ان انا بدلت السكريبت بتاعت النود ديت بسكريبت تانية، فاعمل run اعمل لي ايميت للسيجنال دي. بس مش هو ده اللي احنا هنشرحه. احنا مثلا هنعمل add child area 2D، add child تاني collision shape rectangle، حرك ال area هنا. تمام، الـ area عموما انا هشرحها لك بسرعه ليها بروبيرتيز. لما تيجي تحط area احسن حاجه ان انت تعدل على ثلاث حاجات في الـ area عشان تساعدك ان انت تخف شويه عن البرنامج عن الرام شويه، ان انت الـ area دي بتشوف انت عايزها تبقى ايه، تعمل مونيتورنج يعني تحس بكل حاجه داخلها داخله جوه الـ area دي. تمام، فانا مش عايزها تعمل مونيتورنج، تبقى مونيتوريبل يعني الـ areas التانيه تحس بيها لما هي تدخلهم، فبرضه لا انا عايزها بيكابل. تمام، هي تقريبا بيكابل، ايوه بيكابل. المهم عايزها بس ان هي تبقى بيكابل يعني تحس بالماوس لما يدخل ويخرج منها. فانا هنا لغيت حاجتين هيوفروا في الميموري بتاعت الجيم لو انت عندك ارياس كتير. تمام، اروح هنا على الاريا وابص على السيجنالز بتوع، على ان فيها سيجنالز كتير اريا انترد لما اريا تانية بتخش الاريا ديت السيجنالز
السيجنال ديت بيتعمل لها امات، وعشان استعمل السيجنالز الموجودة عندي دي انا بعمل لهم كونكت زي كده، بختار اي نود فيها سكريبت، بحدد اسم السيجنال، بعمل كونكت بتتضاف لوحدها عندي جوه السكريبت اللي انا حددتها زي كده. وهنا بترجع لي الاريا اللي دخلت جوه الاريا دي مع السيجنال. تمام. طب في ايه تاني ممكن انا بقى اعمله اللي انا عايز اشرحه لك؟ طبعا دي انت ممكن تكون فهمتها في الاساسيات، او لو انا شرحتها قبل كده مش فاكر، بس انا عايز استخدم الماوس انترد كبدايه. ماوس انترد كونكت، اعمل له كونكت هنا، كونكت للنود دي، وادوس كونكت. عايز اعمل ديسكونكت للاريا دي، انا مش محتاجها خلاص. اقول له اعمل لي برنت ماوس انتر، تمام كده، وهبدا اعمل ران للجيم. طبعا انا مش هشوف الاريا، لا ايه ده، هشوفها. يبقى انا مشغل في الديباج عامل فيزيبل كوليجن شيبس، تمام، ان الكوليجن شيبس تبقى ظاهره معايا في الجيم. واول ما هعدي بالماوس كده جوه الاريا هلاحظ ان كل مره بيطبع لي ماوس انتر، ان الماوس دخل جوه الاريا دي، والكود ده بيتعمل له ران مره واحده، ما بيفضلش يتعمل له ران كتير. وماوس اكستد ممكن كمان اوصلها وهقول له اعمل لي برنت ماوس اكستد. لو جيت عملت ران للجيم تاني هلاحظ ان هو بيطبع لي ماوس انتر وماوس اكستد، ان الماوس دخل الاريا والماوس خرج من الاريا كل مره. تمام. فدي فايده السيجنال. طب ايه تاني ممكن بقى اعمله في السيجنال ديت؟ طبعا دي حاجه كانت المفروض حاجة يعني سهلة، يعني المفروض كان ممكن تشرح في الأساسيات. أقول لك إن أنت ممكن تقول له هنا إن أنا عايز سيجنال جديدة خالص اسمها ماي سيجنال. فلو جيت روحت للأريا بعد كده أعمل سيف، المفروض هلاقيها. لأ دي هتبقى للنوت 2 دي. هلاحظ إن في النوت 2 دي اللي فيها السكريبت عمل لي سيجنال جديده خالص اسمها ماي سيجنال، بقت هي سيجنال خاصه بالسكريبت. طب ايه دي وممكن استخدمها ازاي؟ انا ممكن استخدمها السيجنالز الخاصه ديت لما اجي انا اعمل اغير مثلا على فاريبل. يعني ايه؟ يعني هقول له مثلا فاريبل مثلا هيلث، لو انت عندك هيلث في الجيم equal 20 او 50، ولما الماوس بيتعمل له انتر health minus equal 5 وبرنت للهيلث. انا هنا حطيت variable اسمها health وعملت لها وعملت برنت، كل لما الماوس هيخش الاريا الهيلث ده هيقل. تمام. طيب انا عايز اعمل emit للسيجنال ديت لما الهيلث ده يتغير، اول ما الهيلث ده يتغير. فانا ممكن اعملها ازاي ديت؟ هقول لك ان احنا هنشرح حاجه جديده قبل ما نخش على الموضوع ده، واسمها سيت جيت. ايه هي السيت جيت؟ هما سيترز وجيترز موجودين في لغات البرمجه عموما. ودول بيبقى سيت فانكشن عباره عن سيت فانكشن وجيت فانكشن. عشان تستخدم السيت جيت لاي فاريبل هتقول له set get، هتكتب له keyword set get بعد ما بتحدد ال variable، وبعد كده اسم ال setter health واسم ال getter get health. بس احنا مش عايزين getter، انا بس بديك مثال. طب ينفع احدد setter بس؟ ايوه، لو كتبت له بس set get set health. وينفع احدد getter بس؟ ايوه، لو كتبت له فاصله get health. معنى كده ان set فاضي get health. تمام كده، ممكن تحدد الاثنين زي كده. وفي الحاله دي احنا عايزين سيت هيلث بس، فاحنا هننسخ الجيت هيلث بالفصل. عشان تخلي الايرور ده يروح انت لازم تعمله فانكشن جديده اسمها سيت هيلث، وهي دي السيتر فانكشن بتاعتك زي كده. في السيت هيلث لازم يبقى ليها ارجمنت، لازم تاخد ارجمنت. تمام. يعني لو كتبت له باص زي كده هيطبع لك برده ايرور، بيقول لك ان هي لازم يتعمل receive exactly one argument، يعني لازم تاخد argument واحدة.
فالهيلث هنا انتر، فهقول له اندرسكور انت. طيب اوف انت هو ده الارجمنت بتاعتي اللي انا هستخدمه كل لما اجي اعمل سيت للهيلث، وهقول له هيلث ماينس ايكوال 5 او ماينس ايكوال الفاليو اللي انا بكتبها وانا بعمل الفانكشن ديت، وهقول له emit signal، وهنا السيجنال اغير اسمها health changed، وبعد كده هقول له اعمل لي emit للسيجنال دي health changed، بس مش هتظهر معايا دلوقتي، نمسح ارجع هي ظهرت تقريبا ماشي. فين بقى الـ setter function؟ بعد ما تعمل لي set للـ health اعمل لي emit signal، اهي health changes ظهرت معايا في الـ signal، هدوس عليها زي كده تمام. وممكن اعمل باص كمان للـ variables تمام، ممكن ابعت في الـ signal ديت variables تقريبا، ممكن اكتبهم هنا، خلينا نجرب. او الهيلث روح، فانا بعمل emit للسيجنال وببعت variables كمان وانا بعمل emit للسيجنال تمام. طب انا ممكن اعمل ايه بعدها؟ ممكن اعمل connect بقى للسيجنال اللي انا لسه عاملها ديت لنفس السكريبت، والاقي اسمها on node 2d health changed، ده اسم النود وده اسم السيجنال، print health. بس ثانية انا ما هنا ما ببعتش، انا هنا ممكن اعمل emit لكذا signal بالفصل تمام. انا عشان ابعت حاجة تقريبا في ال advanced هنا extra call arguments ممكن اضيفهم من هنا زي كده، مثلا enter add مش عارف، خلينا نجرب، انا مجربتهاش قبل كده الصراحة. النود هيلث تشينج فور هيلث برنت، خلينا نعمل برنت نشوف كده دي هتبعت الهيلث كمان ولا لأ. خلينا نعدي بالماوس جوه، تعمل برنت للهيلث string ده غباء ده، معلش انا عايز اعمل print للهيلث نفسه. ترى 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 مش هيتعمل له run لان انا استخدمت الهيلث بس. هنا المفروض لما ادخل الاريا اعمل set للهيلث، استخدم السيتر واكتب له نيجاتيف 5، ممكن اخلي دي بلس ايكوال واستخدم نيجاتيف ان انا انقص، واستخدم بوزيتيف نمبرز ان انا ازود على الهيلث. خليني كده اعمل ران تاني، الاحظ ان هو بيبعت لي كل مره الهيلث وهو بيعمل لي ايميت للسيجنال، يبقى كده انا كنت صح. بعد ما تعمل ايميت للسيجنال دي بتبعت له فاريبلز كمان وانت بتعمل ايميت ليها، وبعد كده هنا بتسمي بعد ما تيجي تستخدم السيجنال ديت بتحط بقى دي اسم تاني غير اسم الفاريبل اللي عندك تمام. وهو مثلا هيلث ممكن تبقى اتش بس وتايب اوف انتر، وده الارجومنتس اللي هتجي لك لما السيجنال ديت تعمل لها اميت، يعني الارجومنتس اللي انت هتبعتها من المكان ده ممكن تبعتها لسكريبت تانية تمام زي كده. فلاحظ ان الهيلث كل مره بيقل معايا بقى نيجاتيف 20 نيجاتيف 25 نيجاتيف 30 زي كده تمام كده. ممكن تضيف arguments كمان بالترتيب ده، health حاجة تانية معاها، وهنا بتضيف برضو arguments تانية. يبقى كده انت اتعلمت ازاي تعمل custom signal واتعلمت ازاي تستخدمه. نشوف وقت الفيديو عشان انا مش عايز الفيديو ده يبقى طويل، هنيجي نشرح حاجات بقى سريعة بعد كده ما شرحتهاش انا قبل كده، مثلا زي التايمر. التايمر دوت بيبدا عد، ولما التايم اوت بيخلص بيبعت لك سيجنال.
وعشان تخلي التايمر ده يبدأ عد بتجيب النود بتاعته تايمر وبتقول له دوت ستارت زي كده، ممكن تخليه يعد بالوقت اللي انت هتحدده له وانت بتعمل الستارت فانكشن، تمام. ممكن تخليه البروسيس مود بتاعته تبقى فيزيكس وان شوت، ان هو يبقى يعد مره واحده ما يفضلش كل ما يخلص يكرر بعضه. ممكن تخليه اوتو ستارت ان هو يبدا اول ما الجيم تبدا، تمام كده. ايه تاني عندك ممكن نشرحه؟ اللهم صل على النبي. تول والسيت جيت اعتقد كده تمام. وقت الفيديو حلو قوي، عليه نص ساعة. واشوفكم ان شاء الله في جزء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.